بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول، في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب برواق الطلبة الوافدين الرواق الجاوي، قال: وترد صيغته وهي لا تفعل. يبقى هنا في خطأ في الترجمة التي وضعها المحقق، وهي معاني صيغة النهي، هو كاتب في النسخة القديمة صيغة الأمر، لكن قال: وترد صيغته وهي لا تفعل. عندكم في الجديدة ايه؟ الأمر برضك. والله كان يعني العقل في نوم وسبات. صلحوا يا أولاد معاني صيغة النهي، أي لا تفعل. وترد صيغته، ترد يعني تأتي صيغته وتستعمل صيغته، أي صيغة النهي، وهي صيغة النهي الموضوعة له لا تفعل، لا تأكل، لا تشرب. للتحريم، تأتي هذه الصيغة تفيد التحريم، تحريم يعني أنه متى فعل ذلك فإنه يلحقه العقاب في الآخرة، هذا هو التحريم. أو تقول هو خطاب الله الطالب للترك طلبا جازما. وأما الحرام فهو فعل المكلف الذي يثاب على يعني تركه ويعاقب على فعله، نحو ضرب ذلك ولذلك مثالا، وهو استعمال صيغة لا للتحريم بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا، شوف تعبير القرآن رائع جدا، مش لا تفعلوا، لا تقربوا. الفعل يعني المعافسة، الفعل يعني المخالطة، الفعل يعني الوقوع. لو قال لك لا تفعل الزنا يعني لا تقع في الزنا، أما هنا قال لا تقرب، والقربان معناه أنك تبتعد عنه وعن كل وسائله ابتعادا تاما. فهذا من ضمن بلاغات اللفظ القرآني. ولا تقربوا، تقربوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لأن أصلها إيه؟ تقربون، أي تفعلون، من الأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع متصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. تفعلان، يفعلان، تفعلون، يفعلون، تفعلين، هذه هي الأمثلة الخمسة التي ذكرها علماء النحو، وذكروا في حكمها أنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. وهنا تقرب جزمت، لكنها جزمت بحذف النون لأنه قد دخلها جازم، وهي صيغة النهي. لا تقربوا الزنا، نعوذ بالله. ومنه على الراجح ورودها بعد الوجوب، يعني إذا وردت وجاءت
صيغة النهي بعد أمر على سبيل الوجوب كانت صيغة النهي مفيدة للتحريم، ومنه على الراجح يعني ومن التحريم على الراجح يعني أن هناك خلافا، غير أن هذا الرأي هو الأقوى من حيث الدليل. ومنه على الراجح ورودها يعني ورود صيغة لا تفعل بعد صيغة للأمر دالة على الوجوب، كقوله قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هو ده المثال الذي أتى به هنا، ولكن فين بقى الأمر فيه؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، لا تصاحبني هو صيغتنا. طب فين صيغة الوجوب؟ ورد في أول الآيات أنه أمرهم أن يصاحبه، قال يعني أرافقك، وده إيه؟ ده على سبيل الوجوب، هو ذكره هنا يعني، لكن المثال مش واضح. هات لنا البحر المحيط. طيب الإمام الزركشي بيقول وأما الوارد بعد الوجوب يعني وأما النهي الذي أتى بعد الوجوب، فمن قال هناك أي في مسألة الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، قال هنا يفيد التحريم، هو بيلزم من قال بأن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، يلزم هنا أيضا أن يلزم هنا أيضا أن يقول إن النهي بعد الأمر يفيد التحريم. نقول تاني يعني وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا أمر جاء بعده إذا حللتم يعني كنتم محرمين والإحرام يحرم عليه أن يصطاد في الإحرام يعني، يبقى ده أمر ورد بعد حظر. هناك عدة أقوال فيه، أنها للإباحة وقيل إنها للوجوب عملا بأصل الصيغة، فمن قال بأن أصل الصيغة هناك على سبيل الوجوب يقول كذلك هنا بأن النهي الذي ورد بعد الوجوب يكون للتحريم عملا بأصل الصيغة أيضا. طب من قال هناك بأن الأمر بعد الحظر للإباحة يقول هنا أيضا للإباحة، ومن قال هناك بالإباحة فاختلف، ومش قال بالإباحة اختلف هنا، فمنهم من طرد الخلاف وحكم بالإباحة. يعني شو بقى الكتاب هنا جيد بيقول إيه؟ بيقول من قال هناك بأن الأمر بعد الحظر للإباحة يقول هنا أيضا بأن النهي بعد الوجوب للإباحة، وليس المراد أنها للتحريم. ومنهم من قال لا تأثير هنا للوجوب المتقدم، بل النهي بعد التحريم، لا بل النهي يفيد التحريم، ده خطأ،
هنا مكتوبة بعد، هي تلاقيها في البحر يفيد، بل النهي بعد التحريم، هي بل النهي يفيد التحريم في هذه المسألة فصلحوها. وبه قال الأستاذ وقال لا ينتهض الوجوب السابق الماضي قرينة، يعني لا يقوم ولا يكون قرينة في أن نحمل النهي بعد الوجوب على غير ما يفيده النهي من التحريم، لأن الفكرة واحدة. يعني هؤلاء العلماء لما بيتكلموا معهم أصل مضطرد لا يختل ولا يختلف. قال وقال لا ينتهض الوجوب السابق قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب، وادعى الإجماع في تلك، وتبع في دعوى الإجماع إمام الحرمين وبيحرر بقى هذه المسألة. وقال إمام الحرمين أما أنا فأستحب كذا، والفرق بين الأمر والنهي أن النهي أي فرق ما بين هذه وتلك، لكنه لم يأتي بأقوال أكثر من هذا، ما جابش اللي احنا عايزينه. حد معاه الغيث الهامع؟ فين يد المحل؟ هات اهو. النهي بعد الوجوب محلي والمحلي ده معلش بقى نقرا بقى يعني شويه، لان مساله حلوه، وهي المساله الامام الرملي اشار اليها كده اشاره لطيفه خفيفة بسيطة. قال أما النهي بعد الوجوب فالجمهور للتحريم، ويظهر من هذا أن الذي حكاه الإمام الرملي بقوله والراجح هو رأي الجمهور. وقيل للكراهة وقيل للإباحة وقيل لإسقاط الوجوب السابق، وإمام الحرمين على وقفه. يبقى كم مذهب يا مشايخ الإسلام؟ أربعة بارك الله فيكم. وأما النهي أي لا تفعل بعد الوجوب فالجمهور قالوا هو للتحريم، كما في غير ذلك إضافة، قالوا لأن أصل الصيغة هكذا، والصيغة موضوعها أنها تحمل على التحريم حيث كانت، ولا يصلح تقدم الوجوب عليها قرينة لإسقاط التحريم أو لصرف التحريم عن موضوعه، كما قال الإمام هنا. ومنهم بعض القائلين بأن الأمر بعد الحظر للإباحة، يعني وبعض من قال بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، بعضهم أيضا قال بأن النهي بعد الوجوب يفيد التحريم، وليس كلهم. ما الفرق بين هذا وذاك؟ طبعا دي خليها لقراءة تانية. وقيل للكراهة، وكأن الوجوب السابق يصلح قرينة لصرف لا تفعل من حقيقته وهي التحريم إلى شيء آخر وهو الكراهة. وقيل للإباحة كما مضى وكما مر، أي أن التقدم قرينة يصرف الوجوب، يصرف لا تفعل عن حقيقته والتي هي التحريم إلى الإباحة. وقيل لإسقاط الوجوب السابق، نظرا إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوبه، النهي عن الشيء بعد وجوبه، يعني أنت نهيت عن الشيء بعد أن كان واجبا، هو كان الأول واجب، لأن سيدنا موسى طلب من الخضر وأمره أن يصاحبه،
لأنه هو الأول أمره أن يصاحبها، ثم بعد ذلك نهاه عن المصاحبة. فقال له إيه؟ قال له نظر إلى أن النهي عن الشيء، ما هو قال فلا تصاحبني في الآخر بعد وجوبه، بعد أن كان واجبا يرفع طلبه. النهي المتأخر جاء من أجل أن يرفع الطلب المتقدم لا لنفسه، فإذا رفع الطلب بقي التخيير. ما هو الوجوب ده معناه إيه؟ معناه الإذن في الفعل والعقاب على الترك. جاء النهي فأزال العقاب على الترك، رفع خاصية الوجوب، أبقى الإذن، يعني ما أقول لك تفعله، وأزيل يعني خاصية الوجوب ووضع فيها جواز الترك، فأصبح هو مخير. لو عايزين نرسمها لكم على السبورة نرسمها لكم. فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. أهي يا لا لا، لأن راح اتصدعت، لازم نجيب مصحف كبير. خلاص فلا تسألني، لا ده هو بيقول له صاحبني، ده هو أمره بالمصاحبة، حتى ما عليه المصاحبة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما جاوز قال لفتاه أتنا غداءنا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، قال إذا طيب فوجد عبدا من رحمة من علمناه من لدنا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. يبقى هنا في الأول قال له إيه؟ هل أتبعك؟ يعني دعني أتبعك، أمره يعني إيه؟ أن يتبعه. لكن الأمر سيدنا موسى وليس سيدنا خضر عليه السلام. إيه؟ لكن الأمر سيدنا موسى عليه السلام. طب فين الأمر بقى؟ فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، هي مش ظاهرة فيها. الذي قلت في القراءة السابقة سيدي. فين هي؟ المحقق الآن يتكلم في الأمر مع أسنى. هو في القراءة السابقة دي، تخلي بالك هو هنا في إشكال، أنا قلت فيها تقريبا الدليل لا يصادف المحل. دليل لا يصادف المحل. المحقق يتكلم. لا لا، الدليل لا يصادف المحل. نتكلم عن النهي. الدليل لا يصادف المحل ولا ظهر فيها خالص. طب مين مع تشنيف المسامع؟ هنا ما ذكرش لها أوجه، بس هنا المحل الحمد لله يعني. طب حد معاه البدر الطالع للشيخ الخطيب؟ مفيش. على كل حال احنا عرفنا ان في المسألة دي فيها عدة. قال وامام الحرمين على وقفه في مسألة الامر فلم يحكم هنا بشيء. طيب مش شيء، يبقى في هذه المسألة ومنه على الراجح ورودها بعد الوجوب. علمنا ان مقابل الراجح قيل هي للكراهة، وقيل للإباحة، وقيل لإسقاط الوجوب، وامام الحرمين يعني هو متوقف في مسائل الامر على نمطه في هذه المسألة. خذ يا مولانا آدي المحل يهو. يبقى حضرتك النهاردة عملت إيه؟ قرأت المحل. قال والكراهة يعني وكذلك لا تفعل للتحريم، وعطف عليها الكراهة يعني وللكراهة، نحو قوله ولا تيمموا الخبيث
القبيث هو الرديء، منه تنفقون، الإنفاق هو التصدق. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى نهى الشخص أن يقصد المال الخبيث عنده الرديء ويقرضه في سبيل الله، لأن هذا أولا ليس فيه أدب مع الله، حيث إن الصدقة تقع في يد الله، فلا يكن ما يقع في يد الله على وصف الخزلان وعلى وصف الرداء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يبقى لا تيمموا ناهي يعني لا تقصدوا، والخبيث الرديء، والإنفاق يعني التصدق. طب فين بقى القرينة؟ قال ولا تيمموا الخبيث، ده هو بيقول لك لا تتصدق، هي الصدقة أصلا واجبة، انت لو تركتها رأسا لا شيء عليك. فهو هنا يرشد أننا نختار من أموالنا ما نحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهنا لا تيمموا للكراهة والإرشاد، وتأتي صيغة لا تفعل للإرشاد، كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فالنهي هنا نهي إيش يا مشايخ؟ نهي إرشاد. شو الإرشاد؟ قالوا الإرشاد يكون لمصلحة الدنيا، والكراهة تكون لمصلحة الآخرة، فالكراهة يطلب بها ثواب الآخرة، وأما الإرشاد فيطلب بها النفع الدنيوي. قال والفرق، قال الشيخ شلتوت على الحاشية رضي الله عنه وأرضاه، الفرق بين الإرشاد والكراهة أن المفسدة المطلوبة درؤها في الإرشادية دنيوية، المفسدة التي يعني مطلوب أننا يعني ندرأها وندفعها ونبتعد عنها هي مصلحة دنيوية، وأما المفسدة المطلوب درؤها من الكراهة فمفسدة أخروية. تعرفها إيه؟ أن الإرشادية يعود نفعها على الدنيا، وأما الكراهة يعود نفعها على الآخرة. وعندي برضك أمر إرشاد وعندي أمر ندب كذلك. والدعاء يعني وقد يراد بصيغة لا تفعل الدعاء، كقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فربنا لا تزغ، هذا مراد بها الدعاء، أنه يدعو الله سبحانه وتعالى. والدعاء عبارة عن طلب من قليل رتبة إلى كبير رتبة، طلب من المخلوق للخالق، طلب من القليل للأعلى، وبيان العاقبة. وكذلك تأتي لا تفعل لبيان العاقبة، العاقبة يعني المآل والخاتمة، لبيان وشرح وكشف الخاتمة. ولا تحسبن الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلا تحسبن يعني عاقبة هؤلاء الذين ماتوا ليست الفناء وإنما هي البقاء، فهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى يرزقون من رزق الجنة. وهنا فيه كلام للعلماء بأن هذه الصيغة يعني عاقبة الجهاد الحياة للموت، إنما فهم من السياق
فهم من قوله الذين بل أحياء عند ربهم، ومش من الصيغة اللي هي لا تفعل. فهنا أيضا غير مسلم أن الصيغة صيغة لا تفعل هي التي دلت على هذا المعنى. قال والتقليل والاحتقار، وكذلك تستعمل صيغة لا تفعل للتقليل والاحتقار، كقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي ما متعنا به أزواجا منهم قليل حقير لا عبرة به بما أعددناه للمؤمنين الصالحين المحتسبين الأجر عند الله يوم القيامة، فهو قليل حقير بخلاف ما عند الله. وأيضا هذا المعنى إنما فهم من السياق ولم يفهم من صيغة لا تمدن. واليأس لا تعتذر اليوم، لماذا؟ لأن هذا على سبيل اليأس، لا تعتذروا بيأسهم، سواء اعتذرتم ما اعتذرتوش انتم هلك هلك. وترد صيغة الأمر اللي هي الطلب أي افعل، والمراد به أي بالأمر، وفي بعض النسخ بها أي بالصيغة الوجوب، وهو طلب الفعل طلبا جازما بحيث إنه لو تركه يترتب العقاب على الترك، نحو أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. ويرد كذلك للندب، والندب هو طلب الفعل طلبا غير جازم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم يعني اعقدوا مع العبيد عقدة كتابة بموجبه إذا دفع العبد الأقساط التي اتفق عليها في نهاية المدة يصبح حرا. إن علمتم فيهم خيرا أي قدرة على تحصيل المال، أما إن لم تعلموا فيهم خيرا فلا تستحب لكم حينئذ الكتابة. والإباحة وهي التخيير بين الفعل والترك، كأن ورد بعد حظر أهو الشيخ الرملي ده حاجة هايلة خالص، يذكر المسائل في إثر المسائل. قال والإباحة كأن ورد أي الأمر بعد حظر أي بعد نهي لمتعلق هذا الحظر، فإنه حينئذ يكون للإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا أدي أمر، وكان منهي عن الاصطياد قبل ذلك. فإذا أتى الأمر بعد الحظر كان هذا الأمر للإباحة أي للتخيير، على الراجح من عدة أقوال للسادة العلماء. وما الذي جعل الأمر بعد النهي يدل على الإباحة؟ قالوا أن الإباحة هي التي يسرع الذهن إليها عند القراءة، ولذلك قال لتبادرها إلى الذهن، يعني أن الإباحة الذهن يسبق إليها عند قراءة قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يبقى الذهن هيسبق ويطلع يجري نحو فهم الإباحة لا غير. طب ولماذا فعل الذهن كذلك؟ قالوا لأنها ذو استعمال أغلبي، يعني استعمال الأغلب ده هو الذي جعل الذهن يسبق إليها. قال لغلبة استعماله فيها أي في الإباحة حينئذ، والتبادر يعني سبق الذهن إلى هذا المعنى الذي سببه غلبة الاستعمال علامة الحقيقة، يعني التبادر الذي ذكرناه لكم
علامة وأمارة من أمارات الحقيقة. حقيقة إيه؟ عرفية ولا حقيقة لغوية؟ عرفية، ملاش دعوة باللغة، دي مسألة عرفية بعرف الشرع. قرأنا كتير جدا 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 في عرف الشرع، وجدنا أن الذهن ينصرف ويسبق في هذه التراكيب وهذه الأساليب إلى الإباحة لا إلى غير ذلك. وذلك مثل قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، لأنه ورد بعدها بعد حظر، حظر للمعنى يعني. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وذروا البيع، فأصبح البيع حال النداء حرام. يبقى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالبيع عند وقت النداء حرام. ثم قال بعد ذلك: فانتشروا في الأرض. والانتشار في الأرض معناه أننا نتعامل بالتجارة، أننا نبيع ونشتري. قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإنه أمر بالوطئ بعد حظره في الحيض. فإذا تطهرن يعني انتهى وانقطع واغتسلنا على مذهبنا، فأتوهن، أدي أمر، ائتوهن بقى واجبا ولا مباحا؟ ألا مباح. لماذا؟ قالوا: لأنه ورد بعد يعني حظر، والأمر الذي ورد بعد حظر يسبق الذهن إلى أنه للإباحة لا غير. طب فين الحظر اللي قبل كده؟ قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. هات يا مولانا نشوف كده المحل أي الكم رأي فيها. ايه رأي لك؟ الأمر بعد الحظر. الأمر بعد الحظر. كمل. أو الاستئذان للإباحة. وهيضم مع المسألة الأمر بعد الحظر والأمر بعد الاستئذان. بس احنا عايزين بعد الحظر، مش هنخش في الاستئذان. فإن ورد الأمر أي افعل بعد الله الحظر. شوف الأمر يعني أي صيغة افعل. اقرأ كده عشان المحل ده يعني عميق. فإن ورد الأمر أي صيغة افعل بعد الحظر لمتعلقه، قال الإمام. بص شوف، انتبهوا، واللي بيقرأ من غاية المأمول يطابق ما بينه وبين الرمل، غاية المأمول بينه وبين الرمل، بينه وبين المحل. انتوا معايا في أي حاجة؟ هيطابق الرمل بالرمل؟ لا إله إلا الله يا أخوانا، قولوا لي لا، فرحوني كده، انتوا صحيين حياء ولا استحياء؟ ما هو استحياء دي الألف والسين والتاء تأتي للطلب غالبا، ليست لطلب الحياء، وإنما هي يعني لحصول الحياء، كاستقر بمعنى القرار، واستدل بمعنى يعني إيه، ها الدليل، واستحمر، مش يعني طلب أن يكون حمارا، لا يعني صار حمارا. لما يجي واحد يقول لك انت بتستحمر، انت ما سمعتهاش في المصريين ولا ايه؟ انا سمعتها زمان واحنا اولاد صغيرين، كان بعض المصريين عشان هم لسانهم طويل كان يشتم بها التاني، قلت بتستحمر، فانا كنت بتعجب ايه يعني ايه تستحمر دي. لكن لما درست في مع مشايخي في الازهر عرفت تستحمر دي الالف والسين والتاء تاتي للطلب غالبا، وقد تاتي للصيروره، كأنه قال أنت صرت حمار، تستحمر، يلا مش من الإحمرار، لا ده أن يكون حمارا. قال الإمام أي الإمام الرازي: أو استئذان فيه فللإباحة حقيقة. حقيقة إيه؟ بص بقى، مش حقيقة لغوية يا أخوانا، دي معاني شرعية، حقيقة عرفية يعني بعرف الشرع، لتبادلها إلى الذهن في ذلك.
في ذلك اللي هو الإباحة يعني. كمل. لغلبة استعماله فيها حينئذ. ده هو بيعلل التبادر. إيه سبب التبادر؟ قال غلبة الاستعمال. والتبادر علامة للحقيقة. نعم، لما تكلمنا على علامات الحقيقة والمجاز قلنا بأن التبادر علامة من علامات الحقيقة، فإذا تبادر المعنى إلى الذهن كان حقيقة، وإن لم يتبادر كان مجازا، إلا أن تكون الحقيقة يعني مهجورة. ده كلام لطيف يعني. وقال القاضي، أي القاضي أبو بكر الباقلاني، عدي يلا مش هتقول لي أي ومش عارف أي. الشيخ والشيخ أبو الإسحاق الشيرازي وأبو المضاف المضفر السمعاني. مضفر السمعاني. الإمام الرازي للوجوب حقيقة. أدي المذهب الثاني. هو ذكر هنا يا مشايخ مذهب واحد فقط وهو المذهب الراجح، وذكر له أدلة، ذكر له دليل واحد، ثم بعد ذلك أقام عليه عدة مثال، ذكر له مثالين. كمل. وغلبة استعمال في الإباحة لا تدل على الحقيقة فيها. غلبة الاستعمال هنا بيناقشه، اللي غلبة الاستعمال صيغة لا تفعل التي تأتي بعد الحظر في الإباحة لا تدل على أنها موضوعة هكذا في الشرع للإباحة. لسه هنناقشها لما نقرأ الكتاب بقى، ده احنا بس بنفهمك المذاهب التي قيلت. يبقى قيل أنه للإباحة، وقيل أنه للوجوب، وقيل أنه للندب، وقيل بالوقف، أربع مذاهب. يلا يا مولانا كمل. وتوقف إمام الحرمين على أصله في هذه الصيغة. فلم يحكم بإباحة ولا وجوب. يعني إيه التوقف؟ يعني أنه لم يحكم لا بإباحة ولم يحكم كذلك بغيرها، لأنه قد وجد الأدلة متعارضة فتوقف عن الترجيح بينهما. ومن استعماله بعد الحظر في الإباحة قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. أدي أول آية. حللتم يعني حصل لكم الإحلال بشروط الإحلال، فاصطاد يعني لك حينئذ أن تصطاد ما نهيت عنه قبل ذلك. هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب أم على سبيل الإباحة؟ قالوا لا، على سبيل الإباحة على الأول، والثاني قال هذا وإن كان على سبيل الإباحة في هذا الموضع فلا يلزم أنها كذلك في كل موضع. وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وقال تعالى فإذا تطهرن فأتوهن. وفي الوجوب قال تعالى فإذا هنا بقى قال إن الوجوب قد ورد له دليل وورد له استعمال. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إذ قتالهم المؤدي إلى قتلهم فرض كفاية. وأما بعد الاستئذان بس خلاص يلا، يبقى هو مين؟ محلي. والتهديد، التهديد هو التخويف. طيب قال رحمه الله سبحانه وتعالى والتهديد نحو اعملوا ما شئتم ويصدكم عن التحريم والكراهة. التهديد يقصد به التخويف، وذكر هذه الآية اعملوا ده أمر، ولكنه لا يريد أن من المكلف أن يفعل ما يشاء سواء كان حلالا أو حراما، وإنما يريد أن يخوف المكلف بفعله. قال له افعلوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، اللي انت عايزه اعمله، زي ما المصري مثل قول المصريين اللي انت عايزه اعمله، ده بيهدده بيخوفه، مش شأنه ان هو يقتله او مش شأنه ان هو يزني او مش شأنه ان هو يسرق، لا، انما اراد به ان يخوفه. وقال له هتخاف ولا مش هتخاف، هتلم روحك ولا مش هتلم روحك. وهذا التهديد قد يكون المهدد عليه حرام، وقد يكون المهدد عليه مكروها. ولذلك قال واصدقوا
مع التحريم والكراهة. يعني يكون المكروه مهددا عليه ويكون كذلك المحرم مهدد عليه. وجه الصدق أن التهديد المنع. أصل التهديد ده عبارة عن إيه؟ منع. بيهددك على شيء يعني يمنعك من الاقتراب منه ومن فعله. والمنع يكون مع التحريم، انت ممنوع يعني ايه؟ يعني ما تفعلوش. ليه؟ لانه قد يكون حراما وقد يكون كذلك مكروه. واعترضه ابن السبقي في شرح المنهاج بان المهدد عليه لا يكون الا حراما. كيف لا يكون الا حراما وهو مقرون بذكر الوعيد؟ قال ازاي ما يكونش حرام؟ ده المهدد عليه مصحوب بذكر الوعيد، مصحوب بذكر العقاب، وما صحب بذكر العقاب لا يكون إلا حراما. وهو ظاهر كما قال الكمال بن الهمام بالاستقراء. قول يا خيري. والتسوية بين الشيئين كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي صبركم وعدم صبركم مستويان عند الله سبحانه وتعالى. سواء صبرتم لن يغير من الوضع شيء ولن يعفى عنكم أيها الكفار، أو لم تصبروا كذلك لن يعفى عنكم ولن يرفع عنكم العقاب والعذاب. والفرق بين التسوية والإباحة أن المخاطب بالإباحة كأنه وهم أن ليس له الإتيان بالفعل فأبيح له. يعني إيه؟ المخاطب بالإباحة كأن كده عرض له خيال إن الفعل ده ممنوع، فخاطبه الشارع بأنه ليس بممنوع وبأنه لا شيء فيه. وفي التسوية كأنه توهم إن أحد الأطراف راجح على الطرف الآخر فخوطب بالتسوية. فهمنا؟ مرة ثانية الفرق يا مولانا. الفرق إنه في الإباحة كأنه المكلف يا المخاطب وهم أن يعني الفعل ممنوع منه، حصل له وهم يعني إيه حوالي 40% في ذهنه إن الفعل ممنوع منه، أو 30% إن الفعل ممنوع منه، فجاء الشرع فخاطبه بأن له الفعل. ده يبقى إيه؟ قالوا ده يبقى مباح. في مسألة التسوية كأنه رجح في عقله وقلبه أن الفعل ممنوع منه وفي القليل غير ممنوع منه، فتردد. ولكن نسبة أحدهما أعلى من الأخرى، واحدة 49 والثانية 51، فتردد بين هذا وذاك مع أرجحية أحد الطرفين على الآخر، فجاء النص بالتسوية. وعلى هذا فالتسوية يسبقها وهم بأرجحية أحد الطرفين على الآخر، فيأتي البيان بأن الطرفين متساويان. وأما الإباحة لا، الإباحة فيها وهم إنه ممنوع، فيأتي الخطاب بأنه لا شيء فيه. طب يلا يا سيدي. والتكوين أي الإيجاد عن العدم بسرعة نحو كن فيكون. طيب الإيجاد عن هنا بمعنى بعد، يعني الإيجاد بعد العدم مباشرة بسرعة. بسرعة يعني إيه؟ يعني ده خطف البصر، لمح البصر. وأنا كتبت وقلت التمثيل مبني على ما ذهب إليه جماعة من المفسرين أنه ليس هنا قول حقيقة،
بل تعلق القدرة بالشيء، فالمراد بقوله كن سرعة التمثيل بوجود شيء ما قد تعلقت به الإرادة والقدرة بسرعة امتثال. لا احنا رحنا فين؟ لا نقرأ تاني الكلام ده. بيقول التمثيل به، يعني التمثيل بقوله كن فيكون، مبني على ما ذهب إليه جماعة من المفسرين. قالوا ايه بقى جماعة من المفسرين دول؟ قالوا بأنه ليس هنا قول حقيقة، يعني هنا في الآية ما فيش قول على الحقيقة. أمال في ايه؟ هل لا ده تعلقت القدرة الإلهية بالشيء المكون فصار بالقدرة كائنا وحاصلا، وليس فيه قول كن اللي هو قول ايه اللي هو الأمر. كن ده لا ده قول بالتحول والإيجاد من العدم بسرعة. قال ده على قول بعض المفسرين بأن هنا في قول، بأن هنا في قول حقيقة، قول نفسي. لكن بعض المفسرين الآخرين قالوا لا لا ده ما فيش قول حقيقة، بل تعلقت القدرة بالشيء. وإذا تعلقت القدرة الإلهية بالشيء فإنه يكون ويوجد بعد العدم بسرعة. فالمراد بكن هنا ليس قوله النفسي كن، بل تمثيل سرعة وجود ما. طيب خلاص كده. قال أن الشيء هيوجد بالعلم والتكوين، أخي بال حضرتك، وليس بالقول، تتعلق به القدرة الإلهية فيحصل ويكون. والإرشاد نحو واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والمصلحة فيه دنيوية بخلاف الندب. طيب هو بيقول والإرشاد، فالغرض من الكتابة والإشهاد أمر دنيوي وهو حفظ المال وعدم إنكاره. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، لماذا يريد الإشهاد أو لماذا يراد الإشهاد؟ إنما يراد الإشهاد حتى لا يجحد أحدهم البيع، الدين ده ما بيتكلمش في البيع. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، دي اسمها آية الدين. لماذا الإشهاد؟ عشان حضرتك بعد ما تاخد الدين ما تقولش أنا ما خدتش حاجة، ما خدتش. طب ما خطك أهو، بلاش خطك، ما الشهود أهم. فالمراد بذلك هو يعني تحصيل المصلحة الدنيوية، فلا ثواب فيه على الامتثال، لكنه إن قصد بذلك الانقياد وطاعة الانقياد لله سبحانه وتعالى، وأنه يتابع النص القرآني ويقتفي مراد الله، أثيب على نيته لا على فعله. طب يلا يا مولانا. وإرادة الامتثال كقوله لآخر عند العطش اسقني ماء، فإن هذا من إرادة الامتثال. إرادة الامتثال يعني أنت مش عايزه إلا أن هو يجيب لك المية. أنت إيه مرادك من قولك اسقني وأنت عطشان؟ المراد حضرتك تشرب وترتوي لا غير. يبقى أريد من ذلك الامتثال كقول الشخص أي مريد الماء عند عطشه اسقني ماء، يعني أحضر لي ماء لأنني أريد منك أو أريد أن أشرب. والإذن كقولك لمن طرق الباب أدخل. طيب والإذن يعني أن تأذن لمن دق على بابك أن يدخل، ما بتقولوش بقى أدخل يعني دخولا واجبا،
ده انت كأنك تقول له أذنت لك في الدخول، ما بتقولوش ادخل وإن لم تدخل سأفعل بك وأنكر بك وهكذا. يلا. والتأديب كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو دون البلوغ ويده تطيش بالصحفة، يعني يده تطيش في الصحفة، يعني إيده بتتحرك في جوانب الإناء، ما بيأكلش من أمامه، ده بيأكل من قدام ده شوية ومن قدام ده شوية وفي وسط الطبق شوية حاجة يعني، لكن سيدنا النبي رحيم، حاجة يعني في زماننا مقززة، يا ابني كل من قدامك. أما دلوقتي احنا بصراحة بقينا في رغد من العيش، كل واحد معه طبق لوحده، طفل ماك يأكل في طبق لوحده. أما زمان يا أخوانا كانت العيشة ضئيلة وقليلة وكانوا يأكلون في طبق واحد. أما الآن لا لا، بصراحة إحنا اليومين دول حاجة هلوة هالس، كل واحد مع طبقه مع فرخته مع اللحمة المندي بتاعه، والمندي دوت إن شاء الله تقريبا مش معمول من معيز، ده معمول من كلاب أو اللحم لحم حمير في هذا الزمان، وكل واحد بياكل لوحده. لكن قديما لا، بقول لك ده تصيش في الصحفة، يعني عمالة تخبط فيه كل حتة في الإناء. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو دون البلوغ ويده تطيش في الصحفة كل مما يليك، رواه الشيخان. إيه بقى اللي خلاه بقى إنه هو هنا للتأديب؟ أولا ده عيل صغير، والصغير لا يتناوله التكليف. رقم اتنين، إن التأديب المراد به إصلاح الأخلاق وتهذيب النفوس وضبط العادة الاجتماعية. المراد بإيه؟ يضبط يعلمه عادة اجتماعية علشان محدش يتقزز منه. وخلي بالك قال له كل مما يليك وكل مع برضك، لكن خلي بالك بقى انت اليومين دول لو بتاكل مع طفل بياكل في كل حته ما هتكملها. ليه؟ لاننا تربينا على الفسحه من العيش وعلى رغد الطعام وعلى كثره الانواع. طيب يا مشايخ، قال واما اكل المكلف، يبقى اللي ما الذي جعل هذا الامر في هذا الحديث للإرشاء للتأديب وليس أمر ندب؟ قالوا لأن المأمور غير مكلف. أما إن كان مكلف فإن أكله مما أمامه ومما يليه على سبيل الندب. وإذا أكل من أمام غيره، أكل من أمامك يعني أنت حاطط عندك حتة لحمة وهو عطت عنده حتة لحم، فخبط بالمعلقة حتة اللحمة اللي عندك مكروهة اهو. طيب ومما يلي غيره فهو مكروه، فما حدش ياكل. وإلا بقى لما تكون بتاكل مع شيخك ما تبصش لأكله وتاكل بعد ما هو ياكل. هذا بمعنى أن الصبية لا يخاطب بالمندوب، ولذا كانت الصيغة في الحديث المذكور. طيب كويس أنا قلتها، اقرأ. في طبعة الجديدة كذلك كتب لعمر، لا لا لعمر، لعمر بن أبي سلمة مش لعمر. الطبعة الجديدة عمر ولا عمر ولا عمر؟ لا هو عمر بن أبي سلمة، وهتلاقيها عندك كده في المحلي، ما هو كل الكلام ده مأخوذ من المحلي. قال رحمه الله سبحانه وتعالى والإنذار نحو قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، هو ربنا بيأذن لهم في التمتع ولا هذا نوع من أنواع الإنذار؟ والإنذار هو يعني
عبارة عن التهديد الشديد والتخويف من هذا الفعل. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. طب ما أنت بتقول ما الذي، ما هو الفرق بين الإنذار وبين التهديد؟ قال له أصل الإنذار قرن بالوعيد والتهديد لا. قال ويفارق التهديد بذكر الوعيد. الوعيد يعني المتوعد به، يقول لك ها قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، ها كلوا اشربوا يعني كالإنذار. فالإنذار هو التخويف بشيء مخصوص، وبعضهم جعل الإنذار والتهديد شيئا واحدا. والامتنان نحو كلوا مما رزقكم الله. مش أمر إن هو ليس إذنا في الأكل، وإنما هو تنبيه على أن الله قد امتن عليهم بأن خلق لهم هذا الطعام فأكلوه. ويفارق الإباحة بذكر ما يحتاج إليه، أي ما يحتاج الخلق إليه كالرزق فإنه مضطر إلى تحصيله، والإباحة مجرد إذن مجرد عن ذلك. الإباحة ما فيهاش الكلام دوت، ليه؟ مش مقرونة بذكر ما يحتاج إليه الخلق. قل تمتعوا، قل لا مش تمتعوا، كلوا مما رزقكم الله. يعني كلوا من رزق الله، وكلوا من رزق الله ده يعني ايه؟ رزق الله ده امر محتاج اليه البشر، فاذا ذكر الامر ومعه ذكر ما يحتاج اليه الخلق كان ذلك على سبيل الامتنان. واما الاباحه هو عباره عن الاذن مجرده عن ذكر ما يحتاج اليه الخلق. والاكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين. والاكرام، فالسلام والامن يدلان على كون الصيغه للاكرام. ادخلوها مش بس بسلام، اما يقول لك اتفضل اهلا وسهلا مرحبا، لا ده كده بيكرمك. واخد بالك؟ حللت اهلا ونزلت سهلا، وانرت ونزلت من الكوكب الى السماوي الى الارض وهكذا، هذا كله ايه؟ اكرام. واخد بال حضرتك يعني ايه اكرام؟ يعني عباره عن رفعه المقام، ونحن مامورون بهذا مع ضيوفنا. واخد بالك؟ ومامورون بحسن الكلام والانه الجانب. واخد بال حضرتك؟ ومأمورون كذلك بشراء القلوب وجبر الخواطر، كل هذا من عبادة الله لا شك، وكل هذا مما تعلمناه من مشايخنا. ولذلك نقول نزلت أهلا وحللت سهلا، يعني حللت مكانا سهلا يعني بسيطا، هتقعد كده مش هتلاقي الحاجة خشنة، هنجيب لك كرسي واسع مش كرسي ضيق زي ده. والتسخير أي التذليل والامتهان نحو كونوا كردة خاسئين. والتسخير أي التذليل والامتهان. والانتقال يعني إيه الامتهان؟ هو بيقول لهم انتقلوا من حالة حسنة إلى حالة رديّة، إلى حالة يعني غير مرضية. والفرق بين التكوين والتسخير، وهناك في التكوين قال كونوا فكانوا، وهنا قال لهم كونوا قردة خاسئين، اللي هم مين؟ اللي هم بني إسرائيل عليهم لعنة الله. طب وهناك الكل فيكون، ايه بقى الفرق بين هذا وذاك؟ قالوا الفرق بين التكوين وبين التسخير ان التكوين فيه سرعة الانتقال من العدم الى الوجود، وليس التذليل كذلك، ليس فيه انتقال من حالة إلى حالة بسرعة. كونوا قردة خاسئين يعني إيه؟ ممكن كمان شوية، ممكن بعد سنة، بعد سنتين، وهو انتقال من حالة رضية إلى حالة، من حالة حسنة إلى حالة يعني رضية، بخلاف كن فيكون وهو التكوين، فهو انتقال من عدم إلى وجود. طب يلا
والتعجيز أي إظهار العجز فاتوا بصورة من مثله، وهو إنما يكون فيما لا قدرة للعبد عليه. العبد عاجز مش قادر، كأنك بتقول له إيه، شيل المنزل ده، احمل هذا المنزل بكل ما فيه على رأسك. ما انت عارف ان انا مش اقدر، بتقول لي كده ليه؟ بقول لك كده عشان اظهر لك عجز نفسك. بالك كما اذا قيل لك فأتوا بصورة من مثل، طب انت عارف ان انا مش أتي بصورة بس انا بعجزك، يعني بتعجزني يعني بظهر عجزك، أنت تعلم أنني غير قادر على الإتيان بذلك، فلماذا أمرتني حتى أظهر لنفسك وأظهر للآخرين أنك عاجز؟ طب وده معناه إيه؟ ده معناه إلام، معناه تعذيب، معناه أن يرجحك إلى نفسك وإلى حالك. مش هتقدر تشيل الطيارة، مش هتقدر تشيل السيارة، مش هتقدر تطير. فإن استطعت يعني إيه أن تطير مش هتعرف تطير. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هتقدر؟ مش هتقدر. فده بيشعرك بالحجز، بيشعرك أنك قليل، بيشعرك أنك حقير، بيشعرك بمكانتك وأنك عبد ذليل فقير محتاج إلى ربك. فينبغي عليك أن تتضرع وأن ترفع يديك وأن تتوجه بقلبك، بقلب خاشع معترف بأنه لا شيء وأن ربه كل شيء. يلا. قال رحمه الله سبحانه وتعالى: والإهانة نحو ذوق إنك أنت العزيز الكريم. يا لطيف. وبعضهم يسميها تهكما، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، يعني كنت عزيزا كريما في الدنيا والآن لست كذلك. وضابطه أن يؤتى بلفظة تدل على التكرم ويراد منه ضده. يؤتى بلفظة تدل على الإيه؟ إنك أنت العزيز الكريم في الدنيا وأنت الآن لا، ده أنت لا عزيز ولا كريم، ده أنت في منتهى السوء. يؤتى بلفظة لها معنى وتستعمل في ضد هذا المعنى، وبهذا يفارق السخرية. طيب. والدعاء نحو ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وهو طلب من الأدنى إلى الأعلى. ربنا افتح بيننا، طيب اقض بيننا وبين قومنا. افتح يعني ايه؟ يعني اقضي، لأن القضاء نهايته فتح، تفتح الأمور وتتضح الأشياء. والتمني كقوله: ألا أيها الليل الطويل ألا الجري. بس أنت بعد كده بقى تقرأ وأنا أشرح حتى أعطي لنفسي مساحة إن أنا إيه واخد بالك. قال: والتمني، وهو طلب الأمر المتعذر أو المتعسر. متعذر يعني إيه يا مشايخ الإسلام؟ يعني غير ممكن. متعسر يعني ممكن ولكن صعب جدا حصوله. إيه هو طلبه؟ الأمر المتعذر أو المتعسر. وإن طيب يقول لك هو طلب الأمر المتعذر أو طلب الأمر المتعسر، وإنما جعل هذا تمنيا لأن ليل المحب طويل فصار كأنه مستحيل، يعني الزوال. ولذلك قال بعضهم: وليل المحب بلا آخر. ليه بقى؟ مش معنى الليل يعني، قال لأنه الليل ده يعني وقت السكون، ووقت أن يتأمل في محبوبه، ووقت في أن يتذكر في مناقبه. ولذلك قال: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. لا ده كمان أصله مؤلم لبعض المحبين، مؤلم. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، اخلص بقى عشان خاطري اخلص،
ده انت طولت قوي، وكأنه لطوله يكاد أن يكون مستحيل الزوال، لأنه بيفكر في محبوبه ويتألم لفقده. وأعظم شيء إنك أنت ما تفقدش ربك، واخد بالك، ولو فقدته فقدت كل شيء. والاحتقار، يلا يا سيدنا. والاحتقار نحو ألقوا ما أنتم ملقون. والاحتقار معناه يا مشايخ عدم المبالاة. ألقوا ما أنتم ملقون. ما هو الصحراء، اقرأ بس كده الآية كده بداية ونهاية هتجد فيها حاجة جميلة خالص. إنه سحرة فرعون حضروا إلى سيدنا موسى فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فسيدنا موسى طب ما تشيلوا، يال ايه اللي انتوا عايزين تعملوه؟ ألقوا ما أنتم ملقون، انتوا عايزين تعملوه اعملوه، إن معي ربي سيهدين. خلاص، إن معي ربي سيهدي، خلصت، هو معه ربه سبحانه وتعالى. ولذلك لم يبالي بما يفعلون، ولا بسحرهم، ولا بلجلهم، ولا بتخيلاتهم وتهيؤاتهم الباطلة. ولذلك قال ألقوا ما أنتم ملقون. ألقوا، ما هو مش مبالي، هو غير مكترث ولا مهتم بما يفعلون. ليه؟ لأنه ما يلقونه حقير وقليل بالنسبة إلى أمر الله له وتأييد المولى سبحانه وتعالى لسيدنا موسى. سيدنا موسى مع المعجزة، وهؤلاء لا معجزة معهم. والفرق بين الاحتقار والإهانة أن الإهانة فيها إنكار بالقول أو بالفعل أو بالترك كل منهما، والاحتقار ليس فيه شيء من ذلك. الاحتقار ما فيهوش إنكار لا بالقول ولا بالفعل ولا بهما معا. يلا. والخبر كخبر البخاري رضي الله عنه. والخبر كخبري، حلوة السدة دي. لا، عبارة جميلة يعني. والخبر كخبري البخاري، الخبر الأولاني خهو به، والتاني خهو به، والتالت خهو وبه وره كمان. يعني هذه الكلمات الثلاثة كلها اشتملت على مادة واحدة، خبر، خبر بخاري. لذيذ صح كده، اي حاجه وخلاص. يلا يا مولانا. وكخبر البخاري، كخبر البخاري اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اي صنعت ما شئت. يبقى هنا مراد بها ايه؟ مراد بها الخبر اللي هو فاصنع، اذا لم تستحي فصنعك، يعني ما شئت حاصل وكائن. ده هو بيخبره يعني. قال أي صنعت ما شئت، إذا لم تستحي فإنه سيحصل منك أنك تفعل ما 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 تريد. الآن الناس ما بتستحيش، والله رأينا هذا، فيفعلون ما يشاءون. أنا كان عندي شخص يسألني منذ فترة، امرأة، وجاءت ويتسأل أنها وقعت في كبيرة الزنا وقد أنجبت من زناها ولد حرام، وهي تقول هكذا بكل جراءة. فحقيقي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا ناتج عن عدم الحياء، لا حياء من الله ولا حياء من الناس. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني ايه فاصنع؟ يعني صنعت ما تريد، تخش كده وتقول للشخص هكذا انا عملت كذا. طب بالراحه يعني، اين الانكسار؟ اين الحياء في اختيار الالفاظ؟ اين اين اين؟ نحن في عالم ضاع منه الحياء، وعندما تعنف مثل هذا النوع من السائلين يتحول معك الى سوء الادب والاخلاق. فلا تحزن، لأنهم لم يستحوا من الله، فصار عدم استحيائهم من الخلق أولى. إذا لم تستحي صحصل منك كل شيء.
وقيل المعنى يلا يا سيد. وقيل المعنى إذا لم تستحي من شيء لكونه جائزا فاصنعه. يعني أنه يصح أن يكون الأمر باقيا على حاله، يعني مأمورا به. إذا أنت لو لم تستحي اعمل اللي أنت عايزه. إذا لم تستحي من شيء لكونه جائزا، أي من لكونه ده لا ده حاجة تانية بقى، اللي اعمل اللي أنت عايزه ده مش هو المراد. ده هنا إذا لم تستحي من شيء لكون هذا الشيء حلالا فافعله. لم تستحي أن تخبر الناس أنك أكلت فأخبر الناس بأنك أكلت. لم تستحي مثلا من أن تطلع الناس على سبيل المثال على أنه يعني قد حصل لك أمر محبوب، اشتريت كتاب نهاية المطلب فأخبر بأنك قد اشتريته. إذا لم تستحي من شيء يعني مثلا من الإخبار بأنك اشتريت نهاية المطلب لكون ذلك جائزا فاصنعه، أي فأخبر به. إذ الحرام يستحيى منه بخلاف الجائز. صحيح، إذ الحرام ده أصل المؤمن كده أنه يستحي من الحرام، ده الأصل فيه إن كان مؤمنا، أي من شأنه أن يستحيى منه بخلاف الجائز. قال بعضهم يمكن أن يكون هذا للتهديد. وبيني وبينك اللي أنا قلته من شوية أنا شايف أنه للتهديد. إذا لم تستحي فأصنع ما شئت، لو ما استحيتش بعبارة المصريين اللي أنت عايزه أعمله. ده بيهدده، ده بيخوفه. وبعضهم فرطها بيلا كمل. والإنعام. والإنعام أي تذكير النعمة، نحن كلوا من طيبات ما رزقناكم. والإنعام أي تذكير النعمة. الإنعام معناه أن يذكرك الله سبحانه وتعالى بنعمه عليك. كلوا من طيبات ما رزقناكم. طب ما كان قال لنا كلوا خلاص، قال لا، بس هو عايز ينبهنا ويلفت نظرنا إلى أن ما تأكله هذا من الطيبات، وأنه من رزق الله وليس من رزقك أنت، وأنه بيده سبحانه وتعالى، وأنك لا دخل لك في شيء. يلا يا سيدي. والتفويض نحو فقد ما أنت قاض. ويسمى التحكيم والتسليم. طيب يا سيدي. والتعجب نحو يبقى وأقض ما أنت قاض. ليه؟ قال له خلاص احنا فوضنا الأمر إلى الله وتوكلنا على الله وركنا حدودنا معه سبحانه وتعالى. ويسمى عند بعضهم التحكيم والتسليم والاستسآل. فأعلموه أنهم قد استعدوا له بالصبر. ما اللي حصل بعد كده ايه بقى؟ ان سحرة موسى انقلبوا وبقوا مؤمنين، قالوا آمنا برب هارون وموسى. ما هو بعد كده اللي حصل لهم ايه؟ انهم ما لقوش اللي مع سيدنا موسى، لم يجدوا مع سيدنا موسى السحر والوهم، انما وجدوا معه الحقيقة، وجدوا معه المعجزة. هم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، هم عارفينها ان هي ما بتسعاش، وشايفين العصاية وهي ليست ثعبان وليست تاسعة، وإنما غاية ما يفعلونه أنهم يلبسون على الناظر. لكن لما سيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعبدون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. مرة واحدة كده انقلبوا، ما شافوا الحقيقة، تجلى عليهم الحق سبحانه وتعالى بمعجزته على موسى. طب بعد كده هنعمل ايه بقى؟ قال لك فرعون بقى ده، آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. هو ده أكيد اللي علمكم السحر،
فعشان كده غلبكم. ما هو هم شافوا الحقيقة وعميت عين فرعون أن ترى الحقيقة. لأصلبنكم في جذوع النخل. هنعمل إيه بقى؟ طالهم طب أنا هوريكم أعمل إيه. عارفين النخل ده؟ قالوا عارفينه وشايفينه. قال يا هلا افتح النخلة وأحطكم جوه النخلة وهقفل عليكم. ده معناه أنه هو سيصلبهم على الأشجار تصليبا محكما كأنهم في داخل النخل. ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا فاقض ما أنت قاض، اللي أنت عايزه اعمله، إحنا خلاص آمنا ورأينا الحقيقة، والحقيقة والإيمان يعني خالط قلوبنا ولامسها يعني تمسك فيها تمسكا قويا. فأعلموه أنهم قد استعدوا له بالصبر. فاقض ما أنت قاض، هنصبر إن شاء الله. ده الإيمان لما بيدخل القلب لن يخرج منه إلى يوم القيامة. وأنهم غير تاركين لدينهم، مش هنسيب ديننا. اللي انت عايزه يا حاج عم فرعون اعمله، مش هنسيب الايمان. وانهم يستقلون بما هو فاعل. عارف ده معناها فقد ما انت قاض يعني ايه؟ يعني ده وصلوا الى حد عايزين نقول لفرعون اللي انت عايزه اعمله احنا مش هنترك ديننا. فكل ما يقولوا كده لفرعون، فرعون يعني يزداد في الغيظ، ينكل بيهم يلاقيهم أشد صبرا، يتغاظ زيادة. مين اللي مغلوب؟ ده فرعون في الحقيقة بما هو فاعل في جنب ما يتوقعونه من ثواب. إيه ده؟ في لحظة كده اتقلبوا. ما تعرفش، ما ربنا إذا أراد فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. يلا يا مولانا عشان احنا شكلنا كده هنقلبها درس تفسير. الاثنين زي ما انت عايز، وبكره درس في الموسيقى. يلا. والتعجب نحو انظر كيف ضربوا لك الامثال. انظر يعني تعجب يا محمد من ضربهم الامثال. والتكذيب نحو قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هو مش قصده ان هم يأتوا بالتوراة، لا ده قصده ان هم يكذبهم. لو انتم صادقين تجيبوه، بس انتم مش صادقين، انتم كذابين، لان ما فيهاش اللي انتم بتدعوه. طلع زي بيقول لك طلع الكتاب وتشوف اللي انت بتقوله، اللي انت بتدعيه ده وبتقول ان هو في الكتاب، فهيعمل ايه؟ كانه بيقول انت كذاب. لو ما كنتش كذاب كنت جبتها، بس انت كذاب عشان كده مش هتجيب التوراه ولا هتقراها ولا هتخرج ما فيها. والمشوره نحو انظر ماذا ترى. ففي قول ابراهيم لابنه اسماعيل عليهما الصلاه والسلام اشاره الى مشورته في هذا الامر، وهو قوله يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ده بيقول لابنه انا هذبحك. ايه ده؟ اي حد بقى منكم لو ابوه كده قال له انا هذبحك هيعمل ايه؟ هيروح فين؟ هيرجع مصر مش هيرجع تاني. بس عشان ابوه مش سيدنا ابراهيم، وهو مش سيدنا اسماعيل. ده سيدنا اسماعيل ده ولد العرب، والد العرب، وهو جدي. والله مش انا حسيني، هو اللي فوق كده يعني موثوق منها. فهو جدي هو يعني ايه؟ اراد جدي ان يذبحه. يبقى دي اسمها ايه؟ المشوره. فانظر ماذا ترى، بيشاوره بيتشاور في هذا الامر. طب يلا سيدي. والاعتبار نحو انظر إلى ثمره، انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فإنه في ذلك عبرة لمن يعتبر.
انظر على سبيل الاعتبار يعني اعتبروا بهذا الثمر عند إثماره. قال العطار: فلا يخلو عد هذه المعاني من المسامحة. المعاني دي كلها كده هو خلي بالك كلها مجازية، وفي بعضها كمان ليست المعنى حاصل من الصيغة وإنما حاصل من السياق زي ما انتوا شايفين. طب المشورة جاية منين؟ جاية من السياق. طب يا سيدي الله. واستعمالها في الوجوب حقيقة. حقيقة ايه؟ حقيقة شرعية، لأن الذي جعل هذه الصيغة لترتب العقاب على المخالفة هو الله، وهذا أحد أقوال. لأن هل استفادة الوجوب من صيغة افعل مرده إلى الشرع ولا إلى اللغة ولا إلى العرف؟ ثلاثة أقوال. هات عندك يا ولدي، هات يا ولدي زي ما وجدتهاش. قال: والجمهور حقيقة في الوجوب يعني افعل، قيل لغة يعني فهم الوجوب وهو التحتم حاصل بلغة العرب، وقيل شرعا، وقيل عقلا. عقلا يعني من جهة المعنى. ثلاثة مذاهب. وجه أولها، طيب احنا هنقف هنا، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على هذه المسألة لأنها طويلة، ونقرأ الكلام اللي هنا في سيدنا الشيخ المحلي.